بسم الله الرحمن الرحيم. غيرت مكاني، المكان الأول كان كله طحالب وعشب وشارة خيوط وتقطعت، لقيت مكان ثاني أهدى لعل وعسى أحصل شيء. هذا الحدق يجيك أيام حلوة، أيام معكوسة، أيام هوا شمال وغبار، لكن الله كريم. المهم الوناسة والحركة والجهد، الله يتمم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طلعة اليوم خفيفة، مغير المكان، مكان شوي صخر وعالي، لكن نوع من التغيير، وجاي متأخر على أساس إني يكون في يعني في الردة، وهذا في ماي، وأنت رجع خير إن شاء الله. الجو زين والهواء زين والأمور كلها طيبة، باقي الصيد، والصيد عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طالع طلعة خفيفة حقيقة، اليومين ما في سمك، طلعت لي طلعتين ما في شيء، شيء كله مجوال. واليوم طالع ان شاء الله نترجع يتحسن الصيد ونتوفق ان شاء الله بصيد طيب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طلعة بسيطة خفيفة في هذا المكان، وإن شاء الله نترجع. هذه من الأماكن اللي كنت من التسعينات قبل دائما أحدق فيها، وتذكرتها اليوم، قلت خلنا مر عليها أشوف بين شيء ما يبين شيء. حقيقة حيل تغير المكان، لكن نترجع خير إن شاء الله. كان يعني جميل شوي. أذكر مرة أنا كان عندي ماشوة ونزلت فيها، وعند صوب الحضرة هذيك قدامها قاعد أحدق. هذه ماشوة 7 قدم على أصفها الروضان، وقاعد أحدق يعني ما دريت إلا خفر السواحل جايني وصار قدامي ووقف، وطلع علي واحد من جنوده يعني الخفر، وشكله توه يعني متعين، ويعني وهو بدوي بعد. اليوم شافني يتعجب من المشروع اللي انا واقفها، قال اطلع 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 لا تخرق، اطلع لا تخرق، هذا 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 يغرقك، هذا ليش جاي هني؟ هني يغرقك، روح روح عند سيف روح. ضحكت شوي وقلت لا لا ما يغرق، انا متعود عليه. وبعدين راح ضحكت، بغيت اقول له انا اللي اشتغل اسحب البواخر اصفطها بالمرسى، بس خاف اقول له هالكلام، يقول هذا مو صاحي. وبعدين توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غيرنا مكاننا، ما بين اي نابر حتى نويتف ما فيه، فغيرنا هذا المكان جود يبين معانا شيء. الحقيقة إن هالأيام أنا يمكن طلعت 3 أو 4 مرات ما في ولا نابر، لكن يعني فترة، وهذا الحداق يجيك أيام كلش ما في شيء، لكن أنت رجع إن شاء الله يستقر الجو هذا ونتوفق بصيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا صار لي 3 أيام أطلع الحداق، طلعت عدة أماكن،
الأماكن كنت أتيها أصيد فيها، أماكن قديمة أذكر كانت أصيد فيها، كلها ما فيها زبدة. هذا الشيء اللي لاحظته، ما في زبدة مع أن الأجواء زينة، وما في إلا في حقيقة الجو أغلب أصغار وينتفون الربيان ما يقعد. غيرت إلى صلاخة سويت قليل مقبل. أنا أعتقد والله العالم أن السبب لو تلاحظون أن البحر لونه أخضر، معناه هذا أن البحر مليان عوالق وطحالب. لما يكون البحر أخضر يكون عوالق وطحالب، فالسمكة ما ترتاح في هذه المياه، تضايق بالتنفس فتبتعد تدور يعني الماء الصافي. طبعا تروح بجر، يعني اغلب الاماكن اللي حدك فيها هي يعني الصبات والبواليع والكراب او اماكن تدخل داخل. ما شفت زوري، لا زوري لا منتوش لا ميد، ما في اي شيء معروف. يعني اغلب الخاصة عند صبات البواليع تشوف زوري، يعني ما شفت ولا زوري يعني. وهذا يؤكد ان البحر بسبب هذا اللون هو مؤثر على السمك انه ما تقرب الاشياء. فاعتقد اذا خفت طحالب العوالق هذه اتوقع انه ممكن يبدا يتحرك السمك يجي. وهذا طبعا الحين فترة شهر 3 نفس البر شلون في عش البحر كذلك. لما الشهر 4 تبدا تكتمل يعني الطحالب هذه تبدا تقرب. هذا رايي والله العالم. بوريكم لون البحر تشوفونه عدل. أخضر ولا في زوري ولا في أي شيء. والحين الماية تقريبا يعني مرتفعة ووقفتها، ولكن مثل ما شفتوا ما في أي شيء. إن شاء الله يتحسن الوقت إن شاء الله، ويبين إن شاء الله بإذن الله يعني السمكة تقرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت حداكي الحين، ما في شيء يعني هالثلاث ايام ما بيت شيء. مثل ما قلت لكم اعتقد انه من سبب الطحالب هذه والعوالم، وهذه راح تروح اذا احتر الجو خلاص، يعني اذا يدش الصيف يعني احتر خلاص تموت وتختفي. لكن تبقى مشكله واحده اللي شهر 4 الى شهر 5 اللي هو القصيح. القصيح يبدا يعني يكون هو داخل طبعا البحر، يبدا يموت يطلع يطفح البحر ينترس كله قصه. هذه الفتره شهر يعني 4 الى 5 الفترات هذه يصير القصيح. القصيح هذا ثقيل شويه، يعني في صيد لكنه يزعج شويه، ثقيل على الخيط بالساح، واحيانا يقص الخيط. لكن هذا البحر يعني تعامل وياه، المهم ان نستانس ونطلع. والله ان شاء الله يسهل ويوفق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم.